ولكن تسمعون صوتي لجروبات تلاقون. اوكي صباح النور. نعم دكتور. المحاضرة طالعة عند الكل. نعم دكتورة واضحة. اوكي يلا ناخذ ان شاء الله الريسبيرتوري سيستم، كلش سهل يعني اسهل من المحاضرات اللي فاتت ان شاء الله، اللي هو الجهاز التنفسي او البولمونري سيستم، هو نفس الشيء الجهاز الرئوي او الجهاز التنفسي. الكل حاضرين ان شاء الله، خلصوا بعد في الدقيقه اختصر 9:30 ضبطوا ادي. respiratory system or pulmonary system، الجهاز التنفسي او الجهاز الرئوي. Living cells need energy for maintenance, growth, defense and replication. كل الخلايا الحية اللي موجودة في جسم الإنسان تحتاج أنه تنمو وتستدام نموها وتدافع عن نفسها وتتكاثر. Human cell obtains that energy through aerobic mechanism that require oxygen and produce carbon dioxide. حتى نستحصل على هذه الطاقة نحتاج إلى التنفس، اللي هو نحتاج إلى الأكسجين، لأنه لولا الأكسجين ما ممكن أن يحرق الجلوكوز ونطلع الطاقة اللي تحتاجها الخلايا حتى تستمر بحيويتها. فهذه راح نحتاج شنو إلى الأكسجين. Human respiratory exchange surfaces are confined to inside of the lung in a warm, moist, protected environment. Under these conditions, diffusion can occur between the air and the blood. يعني عندنا حتى تتم عملية التبادل الغازي وتتحصل الخلايا على الأكسجين لازم تتم العملية في بيئة رطبة ودافئة ومحمية من كل الميكروبات اللي تدخل إلى الجهاز التنفسي. تحت هذه الظروف ممكن أن يحدث التبادل الغازي ما بين الأكسجين وما بين الدم. The cardiovascular system provides a link between the interstitial fluid and the air exchange surface of the lung. عندنا هنا أنا راح يتشارك الجهاز الدوراني اللي هو أو الجهاز القلبي الوعائي بالتبادل والتعاون مع الجهاز التنفسي بتجهيز الأكسجين لكل خلية من خلايا الجسم، بحيث الدم راح يروح إلى الرئة ياخذ الأكسجين وينطي ثاني أكسيد الكربون وهكذا. Diffusion between the blood and air occurs at the alveoli of the lung. راح يحدث التبادل قلنا أو انتشار الأكسجين ما بين الهواء وما بين الدم. The distance between the blood and in an alveolar capillary and the air inside an alveolus is generally less than 1 micrometer, in some cases as small as 0.1 micrometer. طلاب المسافة اللي راح يخترقها كل من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ما بين السطوح التنفسية، يعني ما بين خلايا الأولوبيلوس وحتى يروح إلى الدم، هاي المسافة كلش very delicate، يعني تتقارن ب 0.1 micrometer إلى 1 micrometer بالثكنس مالتها. فالمسافة اللي يخترقها الأكسجين وثاني أكسيد الكربون جدا دقيقة ورقيقة. أما المساحة السطحية داخل الرئة اللي راح تحدث بها عملية التبادل الغازي لأفتح الغرف الهوائية الموجودة في داخل اللنج، راح ألقاها تقارب مساحة هائلة جدا تقدر ب 70 متر مربع إلى 140 متر مربع. يعني شوفوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى، مساحة تبادل غازي لو أفتح الرئة والحويصلات الهوائية الغرف الهوائية الموجودة بها راح تنطي مساحة تقارب ب 70 إلى 140 متر مربع. هذه المساحة هي اللي راح تتم بها التبادل الغازي، فلذلك عملية التبادل الغازي راح تكون بكفاءة عالية وبسرعة عالية جدا. ناخذ الـ functions of the respiratory system. Number one, providing an extensive area for gas exchange between air and circulating blood. أكيد راح توفر لنا مساحة هائلة وفائقة جدا لعملية التبادل الغازي ما بين الدم وما بين الهواء. Two, moving air to and from the exchange surface of the lung. يعني حركة مستمرة من وإلى السطوح التنفسية في داخل الرئة. Three, protecting respiratory surface from dehydration, temperature changes, and defending the respiratory system and other tissue from invasion by pathogens. يعني الجهاز التنفسي راح يوفر لي بيئة دافئة، يعني دفي الهواء، وبنفس الوقت تحافظ على الهواء اللي يدخل إلى داخل الرئة من تغيرات درجات الحرارة اللي موجودة بالجو، وبنفس الوقت تدافع على الجهاز التنفسي من خلال الخلايا الدفاعية اللي موجودة داخل الحويصلات الهوائية.
Number four, producing sound involved in speaking and communication. ينتج الصوت طبعا بالتعاون ايضا الحنجرة وما بين الجهاز التنفسي يخرج الصوت. Providing olfactory sensation to the CNS from the olfactory epithelium in the nasal cavity. راح يوصل الاحساس بالشم الى الجهاز العصبي المركزي عن طريق الخلايا الحسية olfactory epithelium اللي موجودة بالنيزل كافيتي اللي هو بارت من يعني جزء من أجزاء الجهاز التنفسي. هذا طلاب الفيجر يوضح لكم مقطع لللنج. تشوفون هاي الفراغات هي عبارة عن الغرف الهوائية واللي مثل الخطوط المتعرجة اللي هي عبارة عن الخلايا الأوليفيولار سيل اللي متراصة واحد بجنب الآخر وتكون فراغات في داخلها. واللي هاي البقع الحمراء اللي هي عبارة عن البلود كابيلاريز اللي راح وتكون تماس مع الأوليفيولار سيل وتاخذ الأكسجين وتنطي أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون. هذا الفيجر للإطلاع. نجي ناخذ هسه الكومبارتمنت أور أورجنايزيشن أوف ذا ريسبيراتوري سيستم، عملية تنظيم أو مكونات الجهاز التنفسي. يقسم الجهاز التنفسي من ناحية الستركتشر إلى upper respiratory system and lower respiratory system. الأبر ريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي العلوي مين يبدي consist of the nose يبدي من الأنف والنيزل كافيتي and paranasal sinuses and pharynx. These passageway هذه الممرات اللي هسه عددناها اللي هي الأنف والتجويف الأنف والجيوب الأنفية الجانبية والفارنكس البلعوم وظيفتها شنو؟ These passageway filter, warm and humidify the incoming air. وظيفتها تصفي وتدفي وترطب الهواء اللي يدخل إلى اللنج. Protecting the more delicate surface of the lower respiratory system وبالتالي راح تحمي كل الأجزاء الداخلية للجهاز التنفسي. وبنفس الوقت cooling and dehumidifying outgoing air تبرد وتسحب الرطوبة من الهواء اللي راح يطلع من خارج الرئة. البارت الآخر للرسبيراتوري سيستم من ناحية الستركتشر اللي هو lower respiratory system الجهاز التنفسي السفلي include the larynx راح يبدي من البويس بوكس اللي هي الحنجرة. بعد ذلك نجي إلى القصبة التراكية تفرعاتها برونكاي وتفرعات البرونكاي اللي هي البرونكيوز and alveoli of the lung وآخر شيء اللي هو الحويصلات الهوائية اللي موجودة داخل اللنج. The respiratory tract consists of the airways that carry air to and from the exchange surface of the lung. So the respiratory tract can be divided to conducting portion and respiratory portion. هذه راح الممرات هي راح تنقل الهواء إلى داخل الحويصلات الهوائية. لذلك هنا أنا من ناحية الوظيفة أقدر أقسم الجهاز التنفسي من ناحية الفانكشن إلى conducting portion and respiratory portion أو respiratory portion. الconducting portion اللي هو التوصيل الأجزاء التوصيلية والrespiratory portion اللي هي الأجزاء التنفسية اللي تكون more delicate ويحدث بها عملية التبادل الغازي. أما الconducting portion اللي هي كل الأجزاء اللي ذكرناها بالبداية اللي تخص الجهاز التنفسي. فرح نأخذ الconducting portion begins at the entrance to the nasal cavity and extends through the pharynx and larynx and along the trachea, bronchi and bronchioles to the terminal bronchioles. يعني كلها ابتداء من تجويف الأنف وانتهاء المن إلى الترمينال bronchioles اللي هي قبل المور ديليكيت وبرونكيوز وقبل الأوليفيولاي. يعني قبل الأماكن اللي يحدث بها عملية التبادل الغازي. هذه كلها تعتبرها شنو؟ conducting portion. أما respiratory portion include what? Include the delicate respiratory bronchioles يعني القصيبات اللي كلش دقيقة اللي ما بعد terminal bronchioles and the site of gas exchange اللي هي alveoli ومواقع عملية التبادل الغازي. هذا إيش أسميه respiratory portion. So the filtering, warming and humidifying of the inspired air is at the entrance to the upper respiratory system and continue through the rest of the conducting system. يعني عملية تصفية وتدفئة وترطيب الهواء الداخل إلى الممرات التنفسية راح يحدث عن طريق كل أجزاء upper respiratory system ويستمر إلى lower respiratory system عدا delicate bronchioles والأوليفيولاي. هذه كلية الممرات إيش راح تسوي؟ راح تهيئ للهواء بشكل دافي وصافي ورطب.
بحيث من يوصل إلى الأوليفيولاي تكون كل هاي العمليات قد أنجزت. When the air reaches the alveoli, most foreign particles or and pathogens are removed and the humidity and temperature are within acceptable limits. This is due to properties of the respiratory mucosa. احنا شلون راح تصير عملية التدفئة والترطيب وإزالة الباثوجينز؟ راح تكون سببها هو طبقة الميوكوزا اللي موجودة بالريسبيراتوري سيستم. فنيجي ناخذ الميوكوزا على الفيجر للاطلاع. ناخذ الميوكوزا الريسبيراتوري ميوكوزا. Respiratory mucosa lines the conducting portion of the respiratory system, and the mucosa is a mucous membrane consists of an epithelium and underlying connective tissue. يعني هي راح تغلف لي الجهاز التنفسي أو الممرات التنفسية كلها، واللي هي عبارة عن mucous membrane، غشاء مغطي يحتوي على طبقة epithelium والطبقات الداخلية اللي تحتها واللي تعتبر طبقات دائمة. كلكم ماخذيها بالهستاب صف أول. فناخذ الريسبيراتوري إبيثيليوم اللي هو الطبقة اللي تغلف لي الممرات التنفسية. شو راح تكون بالريسبيراتوري ميوكوزا؟ هذه طبقة الريسبيراتوري إبيثيليوم حتكون من نوع سيدو ستراتيفاي سيليتيد كولومنر إبيثيليوم وذي نيومرس جوبلت سيل. فهي سيدو ستراتيفاي سيليتيد تحتوي على أهداب كولومنر إبيثيليوم وذي نيومرس جوبلت سيل. لاينز هذه شو تبطن؟ lines the nasal cavity and the superior portion of the pharynx. واضح راح تغلف لي أو تبطل لي تجويف الأنف والجزء العلوي من البلعوم. The structure of the respiratory epithelium change as you proceed along the respiratory tract. هنا هذه الطبقة طلاب طبقة الإبيثيليوم راح تتغير كل ما أنزل بالممرات التنفسية. The epithelium lining the inferior portion of the pharynx is a stratified squamous epithelium similar to that of the oral cavity. This portion of the pharynx which conducts air to the lower respiratory tract also conducts food to the esophagus. احنا قلنا تجويف الانف والجزء العلوي من البلعوم كان شنو؟ pseudo stratified ciliated columnar epithelium with mucous goblet cell. من نزل الجو بالبلعوم الجزء الآخر شراح يتحول؟ راح يتحول إلى ستراتيفايد سكوامس إبيثيليوم مماثل لتجويف الفم، واللي هو يعتبر ممر مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. فهنا تغيرت عندي الإبيثيليا. At the beginning of the lower respiratory tract is a pseudo-stratified ciliated columnar epithelium comparable to that of the nasal cavity. من أنزل راح يرجع مثل ما كان بتجويف الأنف اللي هو سيدو ستراتيفايد سيليتيد كولومنار إبيثيليوم. واضح؟ نيجي نكمل. In the smaller bronchiole، من أنزل بعد لي جوا أكثر بالجهاز التنفسي بال smaller bronchiole، this pseudo stratified epithelium is replaced by a cuboidal epithelium with a few cilia. هنا السيدو ستراتيفايد قصرت الطبقة عندي، تحولت الخلايا من كولومنار تحولت إلى شنو؟ cuboidal epithelium with what؟ with a few cilia. السيليا بدت عندي تقل. The exchange surface of the alveoli are lined by a very delicate simple squamous epithelium. من أنزل للخلايا الحويصلية اللي يتم بها عملية التبادل الغازي، هذا النسيج كله راح يختلف، إيش راح يتحول إلى simple squamous epithelium. Okay. هسه نجي ناخذ اللامينا بروبريا. اللامينا بروبريا is the underlying layer of loose connective tissue that support the respiratory epithelium اللي هي تقع خلف الإبيثيليا، عبارة عن نسيج رابط خلالي loose connective tissue طبقة داعمة لطبقة الإبيثيليوم. In the upper respiratory system and in trachea and bronchi the lamina propria بها contains the mucous gland that discharge their secretions into the epithelial surface. واضح؟ In the conducting portion of the lower respiratory system contain برونكيوز، يعني باللور ريسبيراتوري سيستم. هذا الفيجر السابق ايضا للاطلاع طلاب، كل الفيجرات اللي اليوم ده اعرض لكم اياها هي كلها للاطلاع. هسه ناخذ ذا ابر ريسبيراتوري سيستم نبدي بهم واحد واحد. اول مكان يدخل به الهواء الى الجهاز التنفسي هي عن طريق الانف اللي بي ببدايه الاكسترنال نوز اللي هي فتحتي المنحرين او فتحتي الانف الخارجيه.
اسميها الاكسترنال نيرز او النيرسولز، which open into the nasal cavity، وراح تفتح تدوح تفتح في تجويف الانف. The vestibule is the space contained with flexible tissue of the nose. The epithelium of the vestibule contains coarse hairs that extend across the external nerves. Large airborne particles such as sand, sawdust, insects are trapped in these hairs and therefore prevented from entering through the nasal cavity. أول شيء بعد ما أدخل يعني الهواء يدخل إلى فتحتين من خرائط الداخلية يدخل إلى منطقة أسميها الدهليز أو الفيستيبيول. هذه المنطقة كلكم شايفيها تحتوي على كورس هير شعيرات خشنة، وظيفة هذه الشعيرات اصطياد كل الباثوجين والإضافة إلى البون بارتيكلز such as sand, sawdust, insects كلها تمنعها. فأول عملية فلترة تحدث عن طريق الفيستيبيول اللي يحتوي على كورس هير وظيفتها فلترة الهواء اللي يدخل إلى الجهاز التنفسي. The mucosa of the nasal cavity وظيفتها شنية؟ الميوكوزا الموجودة بالنيزال كافيتي prepares the air for the lower respiratory. It has extensive vascularization and this provides a mechanism of warming and humidifying the incoming air. تحتوي طبقة الميوكوزا بتجويف الأنف على شبكة هائلة من الأوعية الشعرية الدموية. هذه الشبكة الهائلة من الأوعية الشعرية الدموية وظيفتها تدفئة وترطيب الهواء اللي داخل إلى الممرات التنفسية الأسفل السفلى، ومن ثم بنفس الوقت عند شنو تبرد الهواء وتجففه اللي طالع من تجويف الأنف. As cooling dry air passes inward over the surface of the nasal cavity, the warm epithelium radiates heat and the water in the mucus evaporates. يعني هنا شنو وظيفتها شبكة الأوعية الشعرية الدموية؟ راح تشع حرارة وتشع بخار مي للهواء اللي دا يدخل إلى تجويف الأنف، وبنفس الوقت راح تسحب الحرارة من الهواء الطالع و يعني تبرده وتجففه بحيث من يدخل الهواء أولا إلى البلعوم اللي هو الممر الثاني، راح يكون الفلتر بواسطة الكورس هير اللي موجودة بطبقة الميوكوزا بالنيزال كافيتي، وبنفس الوقت عندنا شنو مرطب ودافي كليتها بفعل الشبكة الهائلة للأوعية الشعرية الدموية اللي موجودة داخل النيزال كافيتي. واضح. ناخذ الجزء الآخر أو الممر الآخر للأبر ريسبيراتوري سيستم هو الفارينكس. البلعوم is a chamber shared by the digestive and respiratory system. هو عبارة عن فراغ أو غرفة يعني تعمل شلون تكون حلقة وصل أو مشترك، غرفة مشتركة ما بين الجهاز الهضمي وما بين الجهاز التنفسي. It extends between the internal nerves and the entrance to the larynx and esophagus. تبدأ من فتحتين منخرين الداخلية اللي هي بعد الفيستيبيول and entrance to the larynx and esophagus وبداية الحنجرة والمدخل إلى المرء. It's divided into three regions. راح تقسم هذه المنطقة إلى ثلاث مناطق. البلعوم طلاب يقسم إلى ثلاث مناطق. أول واحد النازوفارينكس، الثاني الأوروفارينكس، والثالث اللي هو اللارينجوفارينكس. راح أشرح لكم إياه على الفيديو حتى يكون أسهل. النازوفارينكس اللي تشوفوا طلاب، النازوفارينكس اللي هو هذا الجزء اللي تشوفوا هذا نازوفارينكس. النازوفارينكس يبدأ من الانترنال نيرس فتحتين منخرين الداخلية وينتهي بوين؟ بالسوفت باليت اللها القرية. فهذه شنو؟ هذا النازوفارينكس. شنو طبيعة النسيج اللي موجود بيه؟ ذكرته قبل شوية. سيدو ستراتيفايد سيليت الكولومنر إبيثيليال تيشيو. واضح؟ سيدو ستراتيفايد كولومنر سيليت طبعا كولومنر إبيثيليال تيشيو. من يبدي؟ يبدي من الانترنال نيرز وينتهي بالبيز of sorry be a soft palate. الأوروفارينكس pharynx البارت الآخر للفارينكس من اسمه أوروفارينكس يعني مواجه المن للماوث. يبدي من السوفت باليت وينتهي بالبيس اوف ذا تونج. من السوفت باليت يبدي وينتهي بالبيس اوف ذا تونج. هنا النسيج مالته راح يقسم الى جزئين. الجزء العلوي مالته مماثل لي اللي موجود بالنازوفارينكس اللي هو سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومنر ابيثيليال تيشو، وايل ذا انفيريور بورشن الجزء السفلي مالته راح يكون عباره عن شنو؟ سيدو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليال تيشو. واضح.
هنا شنو مماثل لتجويف الفم. ناخذ اللارنجو فارينكس البارت الاخر اللي هو لارنجو فارينكس البارت الثالث من فارينكس اللي راح يبدي من البيز اوف ذا تونج وينتهي باللارنكس، ينتهي بالحنجره، يبدي من البيز اوف ذا تونج وينتهي بالحنجره. هنا النسيج مال تشبي مماثل تماما للنسيج اوف نازوف سوري نازوفارينكس، واضح اللي هو سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومنر ابيثيليوم. ان فقط الاوروفارينكس يتغير الجزء العلوي مالته مماثل للجزء القبلي، والجزء السفلي لا راح يكون سكوموس ستراتيفايد سكوموس ابيثيليوم تشو. واضح طلاب هنا هاي الفري بارتس يعني شرحت لكم اياها على الفيجر، هو الفيجر للاطلاع بس للسهوله. الاول يبدي من الانترنال ليرز وينتهي ب السوفت باليت، الثاني يبدي من السوفت باليت ينتهي بالبيز اوف ذا تونج، الثالث يبدي من البيز اوف ذا تونج وينتهي بالفارنكس، والنسيج مالتها بعد عرفتوا ما يحتاج كل شوي نعيد. واضح؟ هذه فيما يخص الابر ريسبيرتوري سيستم. حناخذ اللور ريسبيرتوري سيستم اللي ذكرنا قبل شوي انه تبدي باللارنكس والتراكيا والبرونكاي برونكيوز اند اولفيولاي اوف ذا لانكس. باللارنكس الحنجره begins at the level of vertebra C4 and or C5 يعني تبدي من الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة بالرقبة and ends at the level of C6 وتنتهي بالفقرة السادسة and it is a cylinder incomplete cartilaginous walls and stabilized by ligaments and skeletal muscles. عبارة عن تركيب اسطماني يحتوي على تراكيب غضروفية غير متكاملة، وتثبت هذه التراكيب الغضروفية بأربطة وخلايا عضلية يعني هيكلية. passing through the glottis vibrates the vocal cord and produce sound waves يعني الهواء من راح يدخل راح يحرك لسان المزمار، وهذه الحركة راح تهز الحبال الصوتية وبالتالي تنتج الموجات الصوتية. عندنا حدة وشدة الصوت تعتمد على الدايمتر واللينث and tension of the vocal cords يعني على قطر وطول وقوة شد الحبال الصوتية تعتمد عليها حدة الصوت والشدة مالته. الدايمتر and length are related to the size of the larynx وأيضا ها كلها تتعلق أو تعتمد بحجم الحنجرة. هسه ناخذ التراكيا. التراكيا القصبة الهوائية is a tough flexible tube with a diameter of about 2.5 سنتيمتر أو 1 إنج. العرض مالتها يعني 2.5 سنتيمتر أو 1 إنج، بينما الطول مالتها يوصل 11 سنتيمتر أي ما يقارب 4 إنجات وربع. بنفس الوقت هي عبارة عن تيوب أنبوب قاسي ومرن في الوقت نفسه. تف فليكسبل تيوب. The mucosa طبعا هي تف فليكسبل، ليش تف؟ لأنه تحتوي على غضاريف، فليكسبل تحتوي على أربطة مرنة. هسه راح ناخذها ونشرح لكم إياها. The mucosa of the trachea, طبقة الميوكوزا للتراكيا resemble to that of the nasal cavity and nasopharynx. ذكرناها اللي هي pseudostratified ciliated columnar epithelial tissue. The submucosa مالتها للتراكيا is a thick layer of connective tissue that surround the mucosa. The trachea contains 15 to 20 tracheal cartilages. These bound together by elastic annular ligaments. تحتوي على 15 إلى 20 حلقة غضروفية. هذه الحلقات الغضروفية طبعا هي غير كاملة يعني غير كاملة الاستدارة مالتها، مو حلقة كاملة وإنما لا بها جزء من الغضروف مفقود. تحتوي 15 إلى 20 غضروف. هذه الغضاريف تربط مع بعضها البعض بأنيولار ليجمنتس بواسطة أربطة رابطة أو حلقية. The cartilage stiffens the tracheal walls and prevents its collapse or even over expansion. يعني هنا وظيفة الغضاريف تمنع من the collapsing of the trachea يعني من التصاق القصبة الهوائية وانسدادها، وبنفس الوقت تمنع من توسعها يعني بحجم زايد عن حجمها الطبيعي. Each tracheal cartilage is C-shaped. راح أشرح لكم إياها هذا الغضاريف على هذا الفيجر اللي موجود. تشوفون هذه القصبة الهوائية على الجانب الأيسر، وعندنا هنا هذه الحلقة الغضروفية باللون الأزرق اللي تشبه حدوة الحصان اللي تشوفوها طلاب. هذه عبارة عن الحلقات الغضروفية اللي موجودة بالقصبة الهوائية. تكون قلنا هي عبارة عن حلقة غير متكاملة يعني مو دائرة كاملة. عندنا بها الجزء هنا الغير كامل بأنيولار ليجمنت، هذا ينطي مطاطية للقصبة الهوائية
يقع أمام شنو الإيسوفياجس اللي هو المريء. أثناء مرور البولس بالمريء راح يتوسع حجم المريء، وين راح يضغط؟ يضغط على الأنيونال ليجمنت، راح تنبعج شوية إلى الداخل، لكن بنفس الوقت تمنع الغضاريف الموجودة من انسداد القصبة الهوائية. فهنا وظيفته حتى ينطي مساحة سطحية المن لتمدد المريء أثناء مرور البولس بداخلها. واضح؟ هذا الفقر أيضا للأطلاع. نجي ناخذ نكمل ما بعد القصبة الهوائية. راح تتفرع عندنا القصبة الهوائية إلى فرعين، كل فرع راح أطلق عليه برايمري برونكاي. The trachea branch within the mediastinum راح تتفرع القصبة الهوائية في منتصف القفص الصدري to right and left primary bronchi إلى primary bronchi، وحدة يمنى وحدة يسرى. Supplying the right and the left lungs يعني راح تجهز بكل وحدة الرئة اليمنى والرئة اليسرى. Primary bronchi is the same as the trachea in histological organization، تماما التركيب مالتها مماثل تماما للقصبة الهوائية. نجي ناخذ اللانجز. The left and the right lungs are situated in the left and right pleural cavity with the apex superior to the first rib and the base of each lung rests on the diaphragm. إن رئة يمنى ورئة يسرى، قمة الرئة لكل رئة راح تكون مقاربة أو بمستوى أول ضلع من القفص الصدري، بينما قاعدة الرئة راح تكون مستندة على الحجاب الحاجز. عندنا رئة يمنى ورئة يسرى. الرئة اليمنى تحتوي 3 lobes superior, middle, and inferior while the left lungs has 2 lobes اللي هي superior and inferior. هذا الفقر اللي هو يوضح لكم البرونكيال تري. تشوفون الفوق اللي هو المقطوع جزء من عنده اللي هي التراكيه تفرعت الى right and left primary bronchi، والبرايمري برونكاي راح تتفرع الى secondary bronchi. طبعا البرايمري برونكاي تتفرع فرعين بالجهة اليسرى وتتفرع إلى ثلاثة بالجهة اليمنى. بعدين البرايمري برونكاي راح تتفرع أكثر إلى سكندري برونكاس، ومن ثم إلى تيرشري برونكاس، ومن ثم إلى برونكيول والترمينال برونكيول، وبعدين إلى ذيري ديليكيت برونكيول، ومن ثم الريسبيراتوري زون اللي هي الأوليفيولار أو الأوليفيولاس اللي هي الأوليفيولار ساك، سوري الحويصلات، أكياس الحويصلات الهوائية. ناخذ البرونكاي. The primary bronchi are their branches from the bronchial tree. Each primary bronchi bronchus divides to form secondary. شرحت لكم إياها ماكو داعي. Within each lung, the secondary bronchi branch to form tertiary bronchi أو أقدر أسميها segmental bronchi. The wall of the secondary هنا نجي الحكي المهم. The walls of the secondary and tertiary bronchi contain progressively lesser amount of cartilage. كل ما أنزل لي جوا أرجع لكم للفقر هذا القبلة، دا تشوفون إنه الغضاريف دا تبدي تقل، كلش تقل تبدي الغضاريف. وين بي تفرعات السكندري والتيرشري والبرونكيول، ومن ثم كل ما أنزل إلى أن تبدي شوي شوي تختفي الغضاريف اللي موجودة باللو الريسبيراتوري سيستم. The wall of secondary and tertiary bronchi contain progressively lesser amount of cartilage. And as the amount of cartilage decreases, the amount of smooth muscle increase. كل ما تقل عندنا الغضاريف اللي موجودة باللور respiratory system راح تبدي تظهر عندي شنو bundles of smooth muscle. تبدي تزداد الخلايا العضلية. So the amount of tension or in the smooth muscles has great effect on bronchial diameter and great effect on the resistance to the airflow. وظيفة السموث مصل هنا شنو؟ طبعا هي بما انه بدأت تقل عند الغضاريف صارت عندنا تفرعات القصيبات الهوائية في اللور ريسبيراتوري سيستم راح تكون بها مرونة، فايش تحتوي؟ تحتوي سموث مصل. السموث مصل وظيفتها تسوي عملية تقلص وانبساط حتى تتم عملية الاكسبيريشن اند انسبيريشن ثرو ذا لانكس. واضح؟ بس ناخذ سوري هذا السلايد. البرونكيولز اللي هي التفرعات اللي اكثر ما بعد التيرشري. ايش تيرشري برونكاس برانش سيفرال تايمز تو جيف رايز تو مالتيبل برونكيولز. كل تيرشري برونكاي طلاب راح يتفرع ينطيني 6500 تيرمينال برونكيول ار سبلايد باي ايش تيرشري برونكاس. واضح؟ Walls of the bronchioles هنا شنو النسيج مالتها؟ has no cartilage خالية من الغضاريف. So they are formed by smooth muscles varying the diameter of the bronchiole by smooth muscle provides control over the amount of resistance to airflow
and the distribution of air within the lungs. واضح اللي هي راح تتحكم بالهواء اللي يدخل ويطلع الى الرئه. هذه قلنا كل تشر برونكس راح تنظيم 6500 تيرمينال برونكيو. وهذه التيرمينال برونكيو النسيج مالتها ايش بيه؟ حيكون قالب من الغضاريف ويحتوي على شنو؟ يحتوي على خلايا عضليه من تتحكم بقطر التيرمينال برونكيو. The nervous system regulates the activity of this smooth muscle layer. يعني هنا عضلات المنساء راح تخضع تحت سيطرة النيرفوس سيستم اللي هو بالتالي يعني هي تتحكم بقطر البرونكيوز عن طريق تقلص وانبساط هذه العضلات، وهذه العضلات تقع تحت سيطرة النيرفوس سيستم. The sympathetic activity leads to enlargement of airway diameter or bronchodilation. راح يسوي له ارتخاء بالعضلات المنساء ويسوي عملية توسيع بالقصيبات الهوائية. بينما الباراسمباثيتك ستيمولايشن ليدز تو ذا برونكو كونستركشن، راح يقلص العضلات المنساء وبالتالي تحدث عملية الزفير، يعني تقل الأقطار وتدفع الهواء إلى الخارج نتيجة تقلص العضلات المنساء اللي تقع تحت سيطرة النيرفوس سيستم. واضح طلاب لهنا؟ ناخذ الـ terminal bronchial branch to form several respiratory bronchioles and these are the thinnest and most delicate branches. احنا الـ terminal bronchial بدأت تتفرع أكثر وأكثر، انطتني شنو؟ انطتني more delicate branches of the bronchial tree. They deliver air to the exchange surface of the lung. وراء الـ terminal وراء الـ more delicate branches راح يجينا عندنا شنو؟ الحويصلات الهوائية الـ alveoli. The respiratory bronchioles are connected to multiple alveoli along regions called alveolar ducts. These passageway into the alveolar sac. احنا عندنا more delicate راح تتفرع اكثر حتنطيني قنوات اسميها alveolar duct. وهاي alveolar duct راح تنتهي ب alveolar sac leakies حويصل. Each lung contain about كل رئة تحتوي ما يقارب 150 alveoli. 150 حويصلة هوائية. Each alveolus has an extensive network of capillaries which are surrounded by a network of elastic fibers. يعني هنا كل حويصلة هوائية اللي رئة تحتوي على 150 مليون حويصلة هوائية، وكل حويصلة هوائية تحتوي على شبكة هائلة من الأوعية الشعرية الدموية اللي تحيط بيها، وإضافة تمتلك إلى elastic fiber. هاي وظيفتها شنو؟ تقلص الحويصلة الهوائية وتبسطها حتى تدفع الهواء اللي كان محمل بثاني أكسيد الكربون وتوسعها حتى تدخل الأكسجين. واضح طلاب؟ 150 حويصلة هوائية في كل رئة مع شبكة من الأوعية الشعرية الدموية لكل حويصلة هوائية حتى تتم عملية التبادل الغازي. The alveolus الحويصلة الهوائية has three types of cell. تحتوي الحويصلة الهوائية على ثلاث أنواع من الخلايا. أول نوع اللي هو الأوليفيلار إبيثيليوم consists of simple squamous epithelium اللي هي تذكرون إحنا من حكينا النسيج الطلائي الإبيثيليوم للرسبيراتوري تراكت بالبداية سيدو ستراتيفايد كولومنر وبعدين ستراتيفايد سكوامس ومن ثم بعدين من نزلنا لجوة تحول إلى كيوبويدال بدأت الغضاريف تختفي بدأت تظهر عندنا سموث مصل بدأت هاي الخلايا تقصر إلى أن من توصل إلى الأوليفيلاس تتحول إلى فقط سمبل سكوامس إبيثيليوم. من هذا السمبل سكوامس إبيثيليوم تراصفت مع بعضها البعض وكونت فراغات بداخلها أطلقنا عليها الأوليفيلار اللي أوليفيلاس اللي هي الحويصلة الهوائية. فالحويصلة الهوائية بها أنواع من الخلايا مو فقط الأوليفيلار ساعة هسه راح ناخذها. الأوليفيلار إبيثيليوم اللي هي consist of simple squamous epithelium أو أطلق عليها type 1 cell اللي هي المين cell اللي موجودة بالأوليفيولاي. أوكي؟ They are thin and delicate. كلش خلايا سكوامس من اسمها خلايا حشرية سكوامس very thin and delicate. النوع الآخر من الخلايا موجود داخل الأوليفيولاي اللي هو الأوليفيولار ماكروفيج اللي هي خلايا مناعية اللي هي الماكروفيج. هنا بالرسبيراتوري سيستم أطلق عليها dust cell. فهذه الدستيال اللي هي النوع الآخر من الخلايا. النوع الثالث من الخلايا surfactant cell أو أطلق عليها type 2 cells are between the squamous cells and they produce an oily secretion or surfactant. هذه طلاب الخلايا surfactant cell يعني الخلايا المانعة للتزلق وظيفتها شنو؟ تفرز مادة oily يعني شبيهة بال أو السائل اللزج
تمنع التصاق الحويصلة الهوائية أثناء عملية تقلصها وخروج الهواء منها، فتمنع الكولابسينج اوف ذا اوليفيلاي وتقلل من الشد السطحي اللي موجود بداخلها. واضح؟ وهذه أطلق عليها السيرفكتنت سيل، موجودة ما بين السكوان والسيل. فعندنا ثلاث أنواع من الخلايا اللي موجودة بالأوليفيلاي، اللي هي الأوليفيلار سيل، الخلايا الفويصلية، والنوع الآخر اللي هي الماكروفيز أو أطلقنا عليها الدست سيل، والنوع الآخر المهم من الخلايا اللي هي السيرفكتنت سيل اللي فتحت تفرز أويل سكريشن تمنع من الكولابسينج أوف ذا أوليفيلاي. واضح لنا طلاب؟ نيجي ناخذ هسه آخر سلايد اللي هو respiratory membrane، الأغشية التنفسية consisting of three parts، راح يحتوي من ثلاث أجزاء أو ثلاث طبقات. أول طبقة اللي هي squamous epithelial cell lining the alveoli عرفناها. النوع الآخر الطبقة الثانية اللي هي endothelial cell lining the capillary، طبقة الأوعية الدموية اللي ملاصقة بالأوليفيولاي اللي هذا أيضا سكوماس إبيثيليوم بس هاي تابعة للبلد كابيلاري، فش أطلق عليها إندوثيليوم سيل لينينج ذا كابيلاري. والبيزمنت ممبرين لاي ذات لاي بتوين ذا أوليفيولار أند إندوثيليوم سيل، وطبقة البيزمنت ممبرين اللي بين السكوماس إبيثيليوم وبين الإندوثيليوم سيل. واضح طلاب؟ هذه السمك مالتها اللي ذكرنا عليه قبل شوية هو اللي يتراوح ما بين 0.1 إلى 1 مايكروميتر إن ثيكنس، اللي هو راح يخترقها كل من غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. فهاي الثلاث طبقات اللي هي respiratory membrane راح يخترقها الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. Diffusion across the respiratory membrane proceeds very rapidly، عملية انتشار الأكسجين وثاني أكسيد الكربون أو عبورها اختراقها لهذه الطبقات الثلاثة راح تحدث بسرعة فائقة جدا. Why؟ The distance is small between the alveolar air and the blood، ذكرناها. إضافة لذلك both O2 and CO2 are lipid soluble، اثنينهم هذول الغازين ذائبين بالدهون، فبسرعة تذوب بالبلازما ممبرين لكل من السكوامس epithelial of the alveolar cell، إضافة إلى الإندوثيليال سيل البلازما ممبرين، عفوا البلازما ممبرين هو عبارة عن lipid bilayer، فكل من غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من تخترق هاي الأغشية التنفسية تذوب بها بسهولة وتدخل إلى داخل الخلايا ويحدث عملية التبادل الغازي. اللي هنا أنا طلاب، أحد عنده سؤال عن المحاضرة؟ طلاب نعيني. هلا دكتور واصل. تفضل. نعم. القصبات باء هي أول شيء عندنا تراكيا، ثاني التراكيا من الرسم، هو الرسم، أنا ما راح أجيب لك تفاصيل هاي إيش تتفرع وليش تتفرع، المهم أنت افتهمها. عندك تراكيا راح تتفرع الى اثنين، دول الاثنين برايمري برونكاي. اوكي، اول فرع للتراكيا برايمري برونكاي، البرايمري برونكاي بالليفت لانج راح يتفرع الى اثنين، تنفس موجوده بالرئه باليسرى، بينما اليمنى بها عد ما راح تتفرع البرايمري برونكاي، تفرعاتها ايش اسميها سكندري، السكندري راح تتفرع اكثر، ايش تنطيني؟ تنطيني تيرشري. هنا من ابدي بهاي، من ابدي بالسكندري، راح الكارتلي سموث مصل تبدي تظهر عندنا. واضح؟ من اجي بعد راح اطر كل تيرشري برونكاي الى وضحت؟ بالضبط، وعلى هذا كل تيرشري برونكاي راح تنطيك 6500 تيرمينال برونكيول، وهكذا هي بره. المهم انت تفهم. من أبدي بالسكندري راح تبدي تقل الغضاريف، تبدي تظهر عندي شنو السموث مصل، وكل ما أنزل بعد للتفرعات أكثر لي جوا تختفي الغضاريف تزداد السموث مصل، إلا أن بعد أوصل المورديليكيت برونكيول اللي هي قبل التيرمينال برونكيول، وبعدها شنو تجي الأوليفيولاي. واضح؟ الأوليفيولاي راح تكون عبارة عن سمبل سكوماس إبيثيليوم على الرسم، على الرسم طبعا ما بيشي هو. أوكي؟ واضح عيني؟ توضحت هسه الصورة؟ الشكر لله. بعد أحد عنده سؤال طلاب؟ يعني نتنا خصة المحاضرة، إذا ما في سؤال تقدرون يعني تغادرون، وحنزلكم إياها على الجوجل كلاس روم إن شاء الله. دكتورة بس لازم إحنا إذا ممكن محاضرة، لا ما حسبكم على الحضور، أنا أعتمد الحضور بالقاعة. شلون عيني؟ دكتورة بس بلازح، إذا ممكن محاضرة الاثنين هم تنزلين إياها PDF حتى نسحب.